في سؤال جاني على جروبات الفيسبوك، او هو منتشر السؤال ده عموما على فيسبوك. السؤال بيقول الحمام عندي بيشرب ماء كتير، يعمل ايه في شرب الماء الكتير؟ اسهال مائي؟ هتلاقي على طول الاجابة. الناس طبعا اللي بيردوا عليه في التعليقات كل واحد بيقول له شيل المية من قدام الحمام. طيب يا عم نشيل المية من قدام الحمام، ده اكبر غلط. اسمع مني الصح ايه وانا بعالج الحكاية دي ازاي. تعالى نبدأ الفيديو. طيب قبل ما نبدأ الفيديو كده عشان تشجعني، اشترك في القناة لو انت منتش مشترك في القناة، واعمل لايك للفيديو ده علشان ينتشر ونصحح المعلومة الخطأ اللي بين الناس كلها او معظم مربين الحمام. هقولك ليه، هقولك بالدليل ليه، وهقنعك ان شاء الله بالموضوع ده. فهو يقول لك ايه، نعيد تاني السؤال. بيقول لك السؤال بيقول ان هو عنده الحمام بيشرب مية كتير، الحمام بيشرب مية كتير وبيعمل اسهال مائي. طيب يا جماعة، هو الحمام بيشرب مية كتير علشان بيعوض الاسهال المائي اللي هو فقده. انا مختلف مع الرأي اللي هو بيقول لك شيل من قدامه المية وتسقيه انت 10 سنتي مية، لا ده حرام. طب فرضنا ان احنا في الصيف زي كده وتعطش الحمام، والحمام يموت من العطش، والحمام يرجع يجيله جلطة من انه هو فقد مية كتير بسبب الاسهال المائي. طيب هو الحمام بيشرب مية كتير زي ما قلنا لانه هو جاله جفاف، حمام جاله جفاف، يبقى بيشرب مية كتير علشان يعوض السوائل اللي بتنزل منه، وده طبيعي. الانسان لما بيجيله الاسهال الشديد بيشرب مية كتير وبياخد محلول معالجة الجفاف، وحده اللي احنا هنعمله مع الحمام. بس مش كده بس، هنقول لك برضه هنعمل ازاي. بس خد بالك الاسهال، لو انت ما عالجتش الاسهال، الاسهال المائي، الحمام هيوصل لمرحلة الروشة. ايوة الاسهال المائي في النهاية لو ما تعالجش، وما تعالجش بسرعة كمان مبكرا، بيوصل لموضوع اللي هو يوصل للروشة. هقول لك ليه برضه. اللي بيحصل الجلطة اللي بتيجي نتيجة الاسهال اللي هو نتيجة السلمونيلا، واحنا بنقعد نشرح الرقبة بنلاقي فيه جلطة في الرقبة. الجلطة اللي في الرقبة بتيجي نتيجة نقص السوائل في الجسم. والانسان طبعا احنا بنتكلم بخبرتنا مع الانسان برضو. الانسان لما لذلك الناس اللي هي معرضين للجلطات، ان هو ما ينفعش يفقد سوائل من جسمه بسبب الصيام او بسبب العطش الشديد، اللي هو دايما محتاج ان هو يشرب مية اكتر من اي حد تاني، اللي هو الانسان اللي عنده سوائل. وكذلك الانسان اللي هو فقد سوائل من جسمه بسبب الاسهال بيوصل برضه لمرحلة الجفاف، فخطير جدا موضوع الجفاف ده يا جماعة. يبقى كده اتفقنا، اياك واياك ان انت تمنع الحمام من المية، لازم يكون الحمام قدامه المية. وفي الحر اللي احنا فيه بالاخص، لو انت بتسقي لتر مية واحد للحمام جماعي او اي حمام، ضاعف كميات المية. الحمام دلوقتي محتاج مية 3 أو 4 أضعاف. النهاردة حر جدا، وخاصة في فصل الصيف دايما زود المية وما تخليش المية في المكان السخن. ده اهمية المية للحمام يا جماعة، المية دلوقتي اهم من الاكل. طيب طالما اتكلمنا عن المية وعن الاكل، انت في الصيف اللي احنا فيه في الحر الشديد ده، ما تحاولش ان انت تأكل الحمام بالنهار، حاول ان انت تأكله اخر النهار والصبح بدري. لو انت بتأكل مرتين، خلوهم مرة الصبح بدري ومرة بالنهار اخر النهار او في الليل بداية الليل يعني. طيب انا ازاي هخلي الحمام ان هو هعالج الحمام ان هو ما عادش يشرب الماء الكتير اللي هو بيشربها دي؟ اول شيء، اول ما تحس، بس اهم حاجة ان انت تبدأ تلاحظ بسرعة الموضوع ده. لما تلاحظ ان الحمام بيشرب ماء كتير ومعها الاسهال مائي، او حتى مش معها، او حتى في جو حر، يوم حر شديد زي النهاردة كده، يبقى على طول محلول معالجة الجفاف. اي نوع ده معايا، نوع اهو اللي لقيته ده محلول معالجة الجفاف، ده على طول اول ما الحمام هيشربه هتلاقيه على طول ما عادش عالج الموضوع ده وما عادش عايز يشرب المية. كيس، هنجيب كيس ده اهو، نقوم اي كيس اي نوع زي ما قلنا، هتروح على طول نفضي كيس فيه لتر المية وتسقي الحمام. اي كمية عندك، كمية حمام، اسقي الحمام كله. والايام الحر اعمل فيها كده برضو، الايام الحر اعمل فيها كده. كيس محلول معالجة الجفاف اهو، حطينا الكيس
وهنحط عليه الميه ونقدمه للحمام كده. يبقى احنا هنعالج الجفاف. طيب الاسهال المائي برضو احنا عايزين نعالجه، لان لو ما عالجناش الاسهال المائي مع الجفاف برضو يبقى هيفضل مستمر موضوع اللي هو الجفاف ده، وهيفضل الحمام يشرب مية. طيب احنا في البداية اول حاجة زي ما قلنا استخدمنا الكيس محلول معالجة الجفاف. طيب هنفترض ان انا اعطيت اللي هو كيس محلول معالجة الجفاف على لتر المية، اعطيت منه الصبح، احنا هنستمر على نفس الحكاية لمدة 3 ايام. هناتي في نص النهار انتينال او كبكت مركب، تمام؟ يبقى انتينال او كبكت مركب، اي واحد من الاثنين هتستاد منه 5 سنتي على لتر المية. ده يبقى كده اعطينا 2. معلش هتتعب شوية في ال3 ايام الاولانيين لان الموضوع خطير. والوجبة الجرعة التالتة او سقوة، اعمل 3 سقوات في اليوم او لما المية تخلص. والسقوة التالتة سيروستين، قرصين من سيروستين تفكهم في لتر المية، تمام؟ اهو السيروستين كلنا عارفينه، كل مربين الحمام بيشتغلوا بالسيروستين. هتحط قرصين على لتر المية، يبقى سقوة محلول معالجة الجفاف، السقوة التانية كابكت او انتينال، السقوة التالتة سيروستين مضاد حيوي بينفع في حاجات كتير كلنا بنعالج بيه الحمام. يبقى كده هتستمر على الحكاية دي قد ايه؟ هنستمر على ال3 حاجات دول 3 ايام، تمام؟ بعد ال3 ايام هنشيل خلاص محلول معالجة الجفاف، اسف اهو محلول معالجة الجفاف خلاص هنمنعه. هتلاقي ان شاء الله اللي هو يمكن من اول يوم هتحس ان الحمام ما عادش عايز يشرب مية، خلاص يبقى عالجنا الحمام من الجفاف اللي هو يهمنا دلوقتي. ده اللي هو اخطر شيء، ان انت الجفاف بتاع الحمام، عالجنا الجفاف بمحلول معالجة الجفاف، شيلنا ده خلاص هنكمل بالاتنين التانيين. يبقى صباحا انتينال ل4 ايام اللي لسه، انتينال او كابكت، ومساء المضاد الحيوي اللي هو سيروستين. كده يكون تمام ان شاء الله، ويقول لك بالشفة وبقى دايلي. اوصيك وصية تانية، ان انت تاني ااكد عليك ان انت ما تنساش ان انت تزود كميات المية اللي بتقدمها للحمام الايام دي. زود كمية المية وما تحطش المية في المكان سخن، وحاول تغير المية حتى لو هي مش في مكان مش في الشمس، حاول تغير المية 2 او 3 في اليوم علشان المية بتسخن من درجات الحرارة العالية. يا جماعة خد بالك من الموضوع ده، الموضوع ده ذات نفسه بيجيب اسهال مائي. الحمام ما يشرب المية السخنة المعرضة للشمس بيجيله اسهال مائي. كده اكون خلصت. هو الموضوع صراحة الواحد ممكن يتكلم فيه كتير، لكن نكتفي بهذا القدر. بقول لك اعمل لايك للفيديو واشترك في القناة لو مكنتش لسه مشترك، وبقى دايل ان شاء الله لما يجيب معاك نتيجة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.